تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 126 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 110 أطنان، كما تم ضبط قرابة 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 720 قضية، من بينها 102 من قضايا الخبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.